بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه اللقاءات المتعددة في رحاب أهل الله، أهل التزكية، أهل الترقية، أهل نقاء الأفئدة، نقاء القلوب. عايز أقول لحضراتكم على سر قبل أن نعرف هو إحنا هنعيش مع مين في هذه الحلقة من أعلام المربين رضي الله عنه. السر ده عجيب قوي، إنه مع كل حلقة ومع كل شخصية أنا بقرأ سيرة هذه الشخصية وبص على الحاجة اللي تميزه، بلاقي في كل مرة أثر يتساب في قلبي، يتساب في سلوكي. وأنا بتكلم مثلاً عن ابن عطاء الله السكندري، ألاقي قلبي ومخي يشتغل فين الحكمة. وأنا بتكلم مثلا عن حاتم الأصم، ألاقي قلبي يشتغل ويقول فين الثقة بالله. وأنا بتكلم عن فلان عن فلان عن إمام الجويني، أقول فين أسرتي وأهلي وناسي. في كل واحد من دول ألاقي أثر في قلبي من غير ما أشعر، أقول ياه الصاحب ساحب. بجد لو الإنسان فينا صاحب الناس المحترمين، أهل الله، أهل المعرفة، أهل الثقة بالله سبحانه وتعالى، أهل التزكية، أهل الترقية، هيلاقي الأثر في قلبه من غير ما يحس. النهاردة يا جماعة إحنا هنعيش مع علم من أعلام المربين، شخصية مثيرة للجدل. الله، أيوة، شخصية مثيرة للجدل، الناس اتكلمت عنها كلام طويل، لكن أنا النهاردة هرجع حضرتك لمنابع الشخصية، متى ولد وكيف عاش وأكتر حاجة بتميزه. إحنا النهاردة مع فارس من الفرسان. عايز أقول لحضراتكم وعايز أقول لكل واحد منكم إن الراجل ده هنتعلم منه أخلاق الفرسان. أخلاق الفرسان دي يعني إيه؟ دي حاجة كتير قوي. أخلاق الفرسان دي مش حاجة واحدة، دي الشهامة والمروءة والنجدة والشجاعة وخدمة الناس. الراجل ده كان فارس، كان يتمتع بأخلاق الفرسان. الناس يمكن ما تعرفش عنه الحتة دي، هو ده اللي احنا هنتعلمه، دي القيمة اللي هناخدها والمعنى اللي هنستقيه من عالم المربين هذا الذي سنعيش معه في هذه الحلقة. يا جماعة قبل ما يعني الوقت يهرب مننا، عايز أقول لحضراتكم إنه السيد البدوي، أحمد البدوي، أحمد البدوي شخصية مثيرة للجدل. يجوا بقى الجماعة المتشددين أصحاب، مش لازم أسميهم، ما أنتوا عارفينهم، يقول لك بص يا عم المشايخ هيتدروشوا، بص يا عم نروح الموالد بقى ونبوس الأعتاب ومش عارف إيه. ما أنا مش هتكلم في الكلام ده خالص، أنا هقول لك الراجل ده مين وجيب مين وفعلا ده كان من أعلام المربين ولا في تخريف كده حاصل في البلاد. ده مولد السيد البدوي كل سنة حدث اجتماعي في طنطا في محافظة الغربية، وحضراتكم عارفين بيحضر مولد السيد البدوي أكتر من 2-3 مليون كل سنة. مين السيد البدوي؟ وده ممكن أتعلم منه حاجة، وهو فعلا كان علم من أعلام المربين ولا الناس عمالة بتبالغ تبالغ تبالغ وخلاص؟ لا، تعالوا نشوف الحكاية من الأول قبل ما أحكي لكم السيد البدوي اتولد فين وإيه حكايته وإيه قصته. ما أنا وعدتك قبل كده أن أنت هتستمتع معايا، وهنروح لكل حتة في الزمن شوية ولكل حتة في البلاد شوية. قبل ما أحكي لك الحكاية من الأول، عايز أقول لك أن السيد البدوي اشتهر في زمانه بعدة ألقاب. ألقاب، كل لقب من هذه الألقاب يدينا معنى. كم لقب يعني؟ يمكن 10 ألقاب. خد بالك كده وأنا هحكي لك 1-2-3-4 من الألقاب اللي اشتهرت عن السيد البدوي. زي إيه؟ قال لك السيد، كانوا يقولوا في زمانه السيد، فعلى طول الذهن ينصرف إلى أحمد البدوي. السيد، ادي اول لقب. الثاني شيخ العرب. شيخ العرب دي حاجه، استنى بس هقول لك والله. شيخ العرب، السطوحي. السطوحي ده لقب، السطوحي ده لقب. باب النبي، ابو الفتيان، ابو فراج، كل دي القاب راحت للسيد البدوي واكتر من كده كمان. ابو الفتيان تاني السيد والبدوي وشيخ العرب وابو فراج وأبو الفتيان والسطوحي وباب النبي صلى الله عليه وسلم، 7-8-10 ألقاب. إيه بقى؟ واحد واحد. السيد، لأن اللي حضراتكم يمكن ما تاخدوش بالكم منه، إن السيد البدوي ده يا جماعة من نسل سيدنا رسول الله
يا رجل. أيوة، ينتهي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علشان كده كانوا في زمانهم يقولوا لكل حد له صلة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من باب النسب يقولوا عليه السيد الشريف السيد، وكمان لقبوه بالسيد لأنه كان فخما في زمانه، كان سيدا الناس بتلجأ له ويتكلمون معه، يحل المشاكل، يدخل بين المتخاصمين، فقالوا السيد. فلما يتقال السيد يبقى هو لأنه منسب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. أمال البدوي؟ البدوي ده ليه اتقال عنه البدوي؟ ليه البدوي ده مش اسمه؟ لا، دي صفة كانت فيه. ايه؟ كان يضع اللثام على فمه، يغطي كده فمه ويتعامل بأخلاق البدو، كان قويا في شخصيته، فلما وضع اللثام على وجهه طوال الوقت فقالوا لما يتلثم مثل البدو فسمي البدوي. ياه، أمال إيه؟ طيب شيخ العرب، شيخ العرب، مشايخ العرب في بلادنا في الصعيد وفي وجه بحري وفي القرى، بقول للناس كلها، بقول للمصريين وغير المصريين اللي يمكن يشوفونا في الحلقات دي، بقول لهم مشيخة العرب دي حاجة مش سهلة. شيخ العرب يعني الرجل الكبير في المنطقة اللي الناس تلجأ له، يقول لك نقعد قعدة عرب، يعني في حد كبير هيحكم. فعشان كده البدوي كان كبير وكان بيحكم وكانت الناس بتلجأ له فسموه شيخ العرب. يا السيد عشان كده، البدوي عشان كده، شيخ العرب عشان كده. طيب أبو الفتيان، أبو الفتيان، أبو الفتيان لأنه كان فارس وكان يعشق الفروسية وكان فتى قوي الشكيمة، الله يرحمه ويرضى عنه. السيد البدوي ده عاش في أنه قرن، في أنه زمن من الزنين، من الأزمنة يا جماعة؟ السيد البدوي توفي سنة 675 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاش عمره 75 سنة في القرن السابع الهجري، يعني بعد 600 سنة، بعد 600 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من نسل النبي عليه الصلاة والسلام. ما تيجوا نكمل بقية ألقاب السيد البدوي علشان نتعرف على الشخصية ونتعمق فيها شوية ونشوف قد إيه هو كان فارس وكان رجلا. ولكن بعد هذا الفاصل القصير أراكم على خير. أهلا وسهلا بحضراتكم بعد هذا الفاصل القصير، وأنا لسه عايش مع السيد البدوي وعمال بقول لحضراتكم إنه في جوانب في شخصية الرجل ده محدش يعرفها أو لا يعرفها كثير من الناس، عشان نكون منصفين. يعني كان من ألقابه السيد والبدوي وشيخ العرب، كمان من ألقابه أبو الفتيان، كمان من ألقابه أبو فراج. ياه، أبو فراج ده معنى حلو قوي. كانوا إذا حزبهم أمر، بقى في مشكلة أو حد عنده هم من هموم الدنيا، يجري على السيد البدوي يقعد معه شوية فيفكروا بالله ويفكروا بسيدنا رسول الله ويعظه بعض المواعظ ويعلمه بعض الأشياء، فيحصل له إيه؟ يفرج الله همه بجلوسه عند السيد البدوي. فما قالوا عنه إيه؟ أبو فراج. كل الهموم بتفرج عند السيد البدوي. وكمان من ألقاب السطوحي. إيه السطوحي ده يا عم الشيخ؟ كان يجلس على سطح الدار. ليه؟ يعبد الله ويقيم الليل ويقرأ القرآن ويذكر الأذكار وينظر إلى السماء، ليس بينه وبين السماء حجاب، فيقوم إيه؟ ينطلق وجدانه، ينطلق روحه في ملكوت الله. عشان كده اسمه إيه؟ لقبوه بإيه؟ بالسطوحي. حتى انبثقت مدرسة من مدارس السيد البدوي من منهجه سميت بالسطوحية. يعني يا جماعة ما تخليش حاجة بينك وبين ربنا، وده معنى وجداني عالي قوي لو احنا بصنا له بإنصاف، ده معنى عالي قوي، معنى روحاني كبير قوي. طيب السطوحي وأبو الفتيان وإيه كمان؟ وباب النبي، حتى قالوا عنه إنه هو باب النبي. ليه؟ من شدة شبهه بأعمالي وبعلمي سيدنا علي رضي الله عنه، عشان هم كانوا حافظين حديث كده، أنا باب مدينة العلم وعلي بابها، فهم قالوا ده السيد البدوي عامل زي سيدنا علي في العلم وفي التقوى وفي الصلاح، فنقول عليه باب النبي زي ما كان سيدنا علي باب النبي. طبعا أنا مش بتكلم في صحة الحديث ولا هو الحديث ده صحيح ولا مش صحيح، لكن أنا بقول لك الفكرة. وكمان من ألقاب السيد البدوي العارف بالله، ألقاب كتيرة جدا تدل على عظمة هذه الشخصية. أنا أتعلم من الرجل ده إيه؟ هو أساسا عاش فين وتولد فين؟
السيد البدوي يا جماعة ولد في مراكش في المغرب، وتربى وترعرع 3-4-5-6 سنين من حياته في المغرب. أبوه كان رجل صالح، أبوه رأى رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارحل بأسرتك إلى 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 مكة المكرمة. ما كدبش خبر، من رأى النبي في المنام فقد رآه خيرا، فقد رآه حقا. راح واخد أولاده وسيد البدوي وحسن أخوه الثاني ومجموعة من أسرته، رحل بهم إلى مكة. عاش السيد البدوي في مكة. أخوه بيقول إيه؟ بمجرد نحن وصلنا مكة وعشنا سنة أو سنتين مات أبي وتركنا نرعى أنفسنا وأمنا في مكة. السيد البدوي ده اللي هو في طنطا اتولد في المغرب وعاش في مكة. أنا بقول لحضرتك ده شخصية مهمة قوي قوي قوي، وشخصية مثيرة للجدل رضي الله عنه أرضاه. وبعدين حسن أخو السيد البدوي يقول إيه؟ وكان أخي، يقصد السيد البدوي يعني، أشجعنا وأكثرنا فروسية وأحفظنا لكتاب الله. سيد البدوي عاش في مكة وتعلم العلم الشرعي يا جماعة، وصار فقيها واختلى بنفسه في جبل أبي قبيس. إيه جبل أبو قبيس ده؟ أنت بتاخدنا في حتة كده احنا مش عارفينها. لا، جبل أبو قبيس ده معروف لغاية دلوقتي في مكة. كان يقعد مع نفسه كده ويختلي ويعبد الله ويذكر ويسرح فكره في الكون حتى نضجت شخصيته رضي الله عنه. بعد شوية رحل إلى العراق، سمع في العراق في عالم من العلماء وأولي من الأولياء، فقال له روح استفيد منه واتعلم منه، فسافر إلى العراق. وبعدين عاد إلى مكة من جديد بعد ما نضجت الشخصية وصار عالم كبير وصار وليا من أولياء الله الصالحين. رأى في رؤياه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو جده، سيدنا النبي ده جده في النسب، يعني جده في النسب يا جماعة. شافه بيقولوا إيه؟ اذهب إلى مصر إلى طنطا. سافر إلى طنطا في المكان اللي عاش ومات واتدفن فيه دلوقتي اللي موجود حاليا، اللي هو مسجد السيد البدوي في طنطا في محافظة الغربية اللي حضراتكم عارفينه والناس كلها عارفاه، ومفيش حد في مصر ما يعرفش السيد البدوي. لكن بصوا تاريخ الراجل عامل ازاي، وبص ألقابه ماشية ازاي. ده راجل شريف منسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما هوش مسؤول أبدا عن جهالات الناس من حوله، ما هوش مسؤول أبدا عن أن الناس ينسبون إليه أشياء من خوارق العادات. هو ربنا اداله كرامات يا شيخ، أيوة، وكانت وظهرت على يده كرامات، بس إحنا المصريين عشان بنحب الصالحين قوي أحيانا يعني نبالغ في حبهم ونبالغ في نسب إليهم خوارق العادات، ويمكن ما تبقاش حصلت. فأنا بقول لحضراتكم يا جماعة الرجل هذا رجل مبارك من أهل المغرب، وبعض الناس اللي مش واخدين بالهم مش عارفين، لا 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 لا، فعلا في المكان ده في المسجد ده السيد البدوي السطوحي رضي الله عنه وأرضاه دفن هناك وعاش هناك. عاش في طنطا كم سنة؟ 38 سنة، وأنشأ مدرسة تربوية عالية وأدب الناس من حوله، وكانت مدرسته تقوم على الذكر والفكر رضي الله عنه. ياه، ده عالم من أعلام المربين فعلا. أيوة والله، ومدرسته تفرعت منها 20 مدرسة في ربوع الأرض وفي ربوع المعمورة. حتى هذه الدقيقة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها لغاية اللحظة دي في ناس ما زالوا يذكرون الله ويعلمون الناس بنفس المنهج وبنفس المدرسة التربوية، المنهج والمدرسة في تعلم دين الله سبحانه وتعالى الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد البدوي عاش في طنطا يا جماعة، حضر الظاهر بيبرس في زمانه، كان في زمانه يعني، وحضر شجرة الدر، وحضر الملك العادل والملك الكامل. ياه، أمال إيه؟ سيد البدوي ده حضر معركة المنصورة، منصورة كانت بين مصر والصليبيين. هنا بقى هنقف دقيقة واحدة، نقف إجلالا وتعظيما لتاريخ هذا الرجل. هو من أهل الله، من أهل مدرسة التربية والتزكية، إلا أنه ما كانش منفصل عن الواقع، وما كانش عايش حياته بعيد عن المجتمع وعن الأحداث الجارية في المجتمع خالص. ده يا جماعة لما نشبت المعركة بين المصريين، أهل مصر، بين جيش مصر وبين الصليبيين في المنصورة، كان في مقدمة الصفوف على الرغم أنه مش مصري، ده مغربي وعاش في مكة. وزي ما حكيت لكم، تيجوا نشوف ماذا حدث في معركة المنصورة، ما تيجوا نشوف كده المواقف التي ظهرت
من السيد البدوي رضي الله عنه، هذا الرجل المثير للجدل. ما تيجوا كده نشوف ماذا حدث في هذه المعركة، لكن بعد هذا الفاصل القصير أراكم على خير. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجميلة الرائعة بعد هذا الفاصل القصير. جماعة احنا لسه بنتكلم عن السيد البدوي. أنا عارف إن بعض الناس ممكن يشوفوا الحلقة ديت ويقولوا بص يا عم المشايخ عمال بيدعو الناس للزندقة وللإشراك، بالله عليكم هو أنا طول الحلقة قلت لحد إن السيد البدوي ينفعك من دون الله؟ يعني ربنا ما ينفعكش والبدوي ينفعك؟ بجد أنا قلت بالله عليكم أنا قلت الكلام ده؟ ولا يمكن أقوله ولا ينفع يتقال. النافع والضار هو الله. كل ما هنالك إن أنت بتتعلم من هذه الشخصية، إن أنت بتأخذ البركة في مكان دفن فيه جزء من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل منسب وشريف. يا جماعة يعني اللي إحنا مش بندعو الناس لزيارة القبور والتمسح بها وأن تعبد من دون الله. زور القبور خد البركة لكن اوعى تفتكر ان البدوي هينفعك من دون الله، ده ما فيش كده. وروح انت كده طنطة كده وزور كده السيد البدوي ولف هناك وشوف الدنيا، وهات اي حد من حتى لو كان نصاب قاعد هناك بينصب على خلق الله، وفي نصابين هناك بينصب، ها انت واخد بالك؟ روح كده وهات اكتر واحد جاهل ومش فاهم ومش متعلم ولا دخل الازهر ولا عمل حاجة، وقول له كده السيد البدوي هينفعك وربنا لا، شوف هيرد عليك ويقول لك ايه؟ هيقول لك النافع هو الله. امال انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ اصل المكان ده فيه خير. ايوه المكان ده فيه خير، ايوه رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت. المكان ده فيه بركه، المكان ده فيه دين. انا قلبي بيستريح هنا، لكن الضريح مش هينفعني من دون الله. انا بقول الكلام ده بكل قوه عشان بس نبقى المساله متوازنه. السيد البدوي يا جماعه كان عنده اخلاق الفروسيه، كان ابو فراج، يعني ما فيش حد يلجأ للسيد البدوي إلا وبسرعة يجري يقفله في مصلحته. ما تيجوا ندعو الناس إلى أخلاق الفروسية من جديد، ما تبطلوا يا جماعة، أنا آسف والله، ما تيجوا نبطل، يعني خلونا مع بعض، يعني ما تيجوا نبطل السلبية، ما تيجوا نبطل الكسل، ما تيجوا نبقى رجالة بجد، لما تيجي يبقى عندنا شهامة ورجولة وفروسية زي السيد البدوي. السيد البدوي كان فارسا في أخلاقه، وكان فارسا بحق بالمعنى الحرفي، يركب الحصان يركب الجواد، كان فارس يركب الفرس يعني بمعنى الحرفي وبمعنى الأخلاق والشهامة والرجولة. ده حاجة ضخمة قوي. إذن قلت لحضراتكم من شوية يمكن قبل الفاصل إنه حضر شجرة الدور والظاهر بيبرس والملك الكامل والعادل، وحضر مصر في تاريخها المعروف. عارفين السيد البدوي لما نشبت المعركة في المنصورة بين المصريين والصليبيين، الصليبيين أثروا فرقة وأثروا جماعة من أهل مصر. السيد البدوي كان مشاركا في هذه المعركة، يعني ما كانش سلبي زي ما قلت لكم، لا ما كانش سلبي. ده عمل حاجة جميلة قوي، ركب حصانه وانخرط في جيش مصر وكون كتيبة من طلبته وتلامذته وأحبابه وأتباعه، وبعدين تخصصت هذه الكتيبة في إنقاذ الأسرى من بين يدي الأعداء. خلي بالك، بشتى الطرق وبالفروسية وبالشهامة وبالرجولة يخترق صفوف الأعداء يحرر الأسرى، مش تحرير حسي يعني بالسيف والفرس بس، لا كمان تحرير معنوي. فلأنه من أولياء الله ولأن قلبه متصل بالله، فكان يدعي الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يوفقه ويوفق الجماعة اللي معاه علشان ينقذوا الأسرى. فاشتهر في مصر كلها بأن البدوي بينقذ الأسرى من بين إيدين الصليبيين، حتى صارت مثلا شعبيا، يعني بقى مشهور قوي في المسألة ديت. والمثل الشعبي ده في القرن السابع الهجري زي ما قلت لحضراتكم 675، يعني في القرن السابع الهجري. المثل الشعبي ده بقى مشهور قوي لدرجة انه ما فيش حد يقدر ينكره، واللي بيقرأ التراث الشعبي لأهل مصر هيلاقي الكلام اللي انا بقول لحضراتكم ده. سيد البدوي اشتهر بأنه ينقذ الأسرى،
حتى طلعت، حتى خرجت لنا وطلعت ما بين الناس كده أغنية تقول إيه؟ الله الله يا بدوي جاب الأسرى. يا وبقى قصة الله الله يا بدوي جاب الأسرى أصلها اللي أنت بتحكيه ده، أصلها اللي أنا بقول لحضراتكم دوت. فده كان خلق من أخلاق السيد البدوي، مفيش حد يقدر ينكر الكلام ده. في معركة المنصورة تجلى السيد البدوي بكل معانيه، بكل تجلياته الربانية والروحانية، بكل تجلياته في الشجاعة والنجدة والبطولة، فكان ينقذ الأسرى من بين صفوف الأعداء. الله الله يا بدوي جاب الأسرى، ودي أغنية حتى احنا كنا بنسمعها في التلفزيون وحضراتكم كنتوا بتسمعوها، وبيغنيها واحد حقيقة مش فاكر اسمه من المغنيين، مشهورة قوي معروفة. فدي أصلها يا جماعة. وأنا بحكي سيرة السيد البدوي لازم نتعلم المعنى ده، وبلاش نبقى سلبيين، نتعلم الشجاعة والنجدة والبطولة. جماعة حتى توفي السيد البدوي في طنطا ودفن في المكان الذي كان يصلي فيه ويعبد الله في سنة كام؟ في ربيع الأول سنة 675 زي ما قلت لحضراتكم. ده الكلام ده كلام عجيب قوي. هذا الرجل كان فارسا شجاعا مقداما، أصله من المغرب، تربى في مكة المكرمة وعاش في طنطا، وله تلاميذ ورجال تربوا على يديهم. القيمة العالية اللي أنا بقول لحضراتكم عليها وبقول لنفسي عليها، القيمة دي هي إيه؟ الفروسية. إحنا في زمان اختفت فيه أخلاق الفرسان، الشجاعة، النجدة، البطولة، الحمية، إنه الإنسان يعيش مجتمعه ويعيش بيئته ويعيش الحياة ويقول للناس أنا معاكم. الناس تعتمد على الله ثم عليه. لما مات السيد البدوي تعلقت قلوب المصريين به وبالمكان الذي مات فيه، فبنوا عند ضريحه مسجدا، تحفة معمارية بحق. أنا شخصيا زرت المكان ده عشرات المرات، يمكن كل سارة مرة ومرتين، وكل ما يهفني الشوق كده أروح أزور السيد البدوي. يبقى أنا بعبد البدوي من دون الله؟ يا جماعة حرام عليكم، مفيش كده. أمة لا تاريخ لها لا مستقبل لها. أرجوكم أرجوكم احفظوا الكلمة دي عني. إحنا لو ردمنا تاريخنا وغطينا عليه وقلنا للناس سيبكم من التاريخ، إحنا عمرنا ما هيبقى لنا مستقبل. ما هو أنا هجيب المعاني العالية دي كلها منين إذا ما كنتش هقرأ لحضراتكم سيرة السيد البدوي؟ زي ما قلنا في الحلقة ديت، مئات الناس، آلاف الناس، بل ملايين الناس، بل أنا والله شفت في مولد السيد البدوي السنة اللي فاتت ناس مش مصريين، يعني من بقاع الأرض بييجوا مولد السيد البدوي. مولد السيد البدوي ظاهرة اجتماعية وسوق يروج فيه السلع والخدمات، حاجة غريبة قوي. يبقى جماعة تاريخنا تاريخ مجيد، وحياة أعلام المربين نقف نضرب لها تعظيم سلام. فدعك من الأفكار اللي بتخرف اللي حوالين هؤلاء السادة، وتعلموا النجدة والشجاعة والبطولة، وتعلموا أخلاق الفرسان من شيخ العرب السيد البدوي رضي الله عنه ورحمه الله. حتى أراكم في حلقة جديدة ومع علم جديد من أعلام المربين، نكشف اللثام عن معنى من أدق المعاني القلبية الذي يعلمنا التزكية والترقية بين يدي الله سبحانه وتعالى. لغاية لما أشوفكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. شكرا لكم حسن استماعكم، وأراكم على خير.